أهلا بكم من جديد. تتواصل الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري ضد شعب قطر والتي بدأت منذ سنوات ولم تنتهي حتى الآن من خلال بعض الممارسات التي تبين هذه أو هذا النظام وتكشف عن وجهه الحقيقي أمام العالم، حيث يتعامل مع أبناء الشعب القطري على أنهم متآمرون على الدولة في قطر، وكانت الجريمة الحقيقية بسحب الجوازات ومصادرة كل من لديه رصيد في البنوك وتجميدها من أبناء قبيلة الغفران وغيرهم. إلى جانب ذلك، كشف خبراء حقوقيون عن مواصلة الحكومة القطرية عدم التزامها بتعهداتها الدولية بحماية حقوق العمال والمحافظة عليهم، وأكد الخبراء على أن قطر حاولت خداع العالم من خلال إصدار القانون رقم 21 لسنة 2015 الذي سوقت له الدوحة على أنه يعزز حقوق العمال المهاجرين على خلاف الحقيقة، حيث أبقى القانون الجديد على عناصر أساسية في القانون القديم لتسهيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك العمل القصري. معنا في هذه الفقرة من استوديو الآن الخبير الاستراتيجي بجريدة الأهرام الأستاذ باسل يسري للحديث بمزيد من التفاصيل عن هذه الممارسات. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح النور. إذن يعني التعامل من جانب الشعب يعني النظام القطري مع الشعب القطري مع أبناء القبائل، يمكن احنا رصدنا الغفران على سبيل المثال مزبوط. ولكن هناك أيضا يعني عائلات أخرى وقبائل أخرى. في تقرير مهم رصدته الأمم المتحدة، مفوضية الأمم المتحدة، كان بيرصد عدد من هذه الانتهاكات، سحب الجنسية، سحب الجوازات، تجميد الأرصدة في البنوك وإلى آخر ذلك من الممارسات. رأي حضرتك وأيضا مزيد من التفاصيل معك. طيب قبل ما أبدأ مع حضرتك بالتفاصيل، خليني الأول في هذا اليوم أقول أنه فعلا أنا بحيي جدا القيادة المصرية والقيادة العربية التي تنبهت ل قطر كإمارة ودعمها للإرهاب. والحقيقة أنه دعم الإرهاب هو موضوع الأزمة القطرية تحديدا ذو شقين، هي مش فكرة قبيلة الغفران، هو الموضوع له شق سياسي وشق أمني، والآخر هو البعد الإعلامي. ما تقوم أو ما يقوم به النظام القطري تجاه قبيلة الغفران أو القبائل أو من يعارض سياساته، الحقيقة بيتم فعلا سحب الجنسية منه، بيتم مصادرة أمواله، بيتم تهجير العمالة، الضغط عليها، الاختفاءات القسرية. يمكن عشان أنا بدأت كلامي بتحية الأنظمة العربية المعتدلة للبيان اللي كان صادر من 3 أيام من الدول مصر والإمارات والسعودية والبحرين، اللي أكدت فيه على ضرورة تنفيذ الدوحة للمطالب الـ13، وأيضا هذه المطالب الأخرى اللي هي فكرة مراعاة حقوق الإنسان داخل إمارة قطر. الحقيقة ولما حضرتك تفضلتي في مقدمتك الرائعة تحدثتي عن الحقوقيون، كان في اجتماع مهم جدا يجب ان يتم توضيحه للساده المشاهدين في مصر وفي الوطن العربي، كان في جنيف. الكلام ده كان اول امبارح يوم الاربعاء، وكانوا بيتحدثوا على اماره اللا قانون. ده في مجلس حقوق الانسان العالمي في جنيف في سويسرا، كانوا بيتحدثوا على اماره اللا قانون التي تنتهك كافه القوانين الدوليه الصارخه والمعاهدات التي تؤكد على ضرورة احترام العمالة الوافدة، تؤكد على عدم سحب الجنسية لمجرد الاختلاف مع النظام في ايديولوجية سياسية مختلفة، عدم مصادرة الاموال. وبالتالي اللي انا عايز اقوله لحضرتك، والحقيقة ده اللي انا تأكدت منه، الموضوع مش محتاج خبراء ومش محتاج متخصصين في شؤون دولية وفي شؤون عربية ابدا، هي محتاجة فقط قراءة جيدة للخريطة، ما يحدث في المنطقة العربية كان منذ 9 سنوات أو ما يقرب من 9 سنوات حتى هذه اللحظة، وقراءة للصحف وقراءة للتحليلات وما يكتب لمعرفة فهم وطبيعة عمل النظام القطري الحالي. نعم. وبالتالي سنتوقف هنا عند بعدين. البعد الأول هو البعد السياسي والأمني، كما قلت لحضرتك ده من وجهة نظري.
أن إمارة قطر هي تنفذ الحقيقة، مع الأسف الشديد وصلنا يوما من الأيام أن إمارة قطر تنفذ ال 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 هي أداة في يد بعض القوى الغربية لا أريد تسميتها، وتنفذ أجندتهم لتخريب المنطقة العربية أكثر مما تعاني من مشاكل اقتصادية ومشاكل أمنية وتوترات في إقليمها المحيط. هي تنفذ أيضا الأداة التخريبية بالأموال وبضخ الأموال. طيب، يمكن أن نفندها بعد ذلك. طيب اسمح لي قبل الحديث عن الشق الإعلامي، لأنه الشق الإعلامي ده محور في كلامنا، لكن في الحقيقة نقطة مهمة جدا في كلام حضرتك، يعني لماذا لا يوجد هناك تحرك دولي، أو لماذا تأخر التحرك الدولي تجاه قطر؟ من ناحية بيبقى في تقارير من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف كما ذكرنا عن هذه الانتهاكات وهذه الممارسات من جانب قطر، والحقيقة أنه في أيضا تقارير بترصد دعم قطر لبعض الجماعات الإرهابية الموجودة في المنطقة، ومن ناحية أخرى بعض الخبراء يذكرون بأنه قطر هي أداة في يد هذه القوى الغربية. طيب كيف يتم النظر إلى هذه المعادلة؟ كيف يتم التحرك الدولي تجاهها؟ طيب سؤال حضرتك متشعب جدا، بس أنا أحاول أن أجيزه. طبعا هي أداة، وأداة فاعلة جدا، وده مش كلام خبراء وليس كلام شعارات وليس كلام للاستهلاك الإعلامي. أكبر قاعدة أمريكية موجودة في المنطقة العربية هي قاعدة العتيد في الدوحة. نعم. ولمن لا يعلم، كل الطلعات الجوية التي كانت تقصف الأراضي السورية الشقيقة أو تقصف أي من للتحالف الدولي كانت تقوم من العديد من سوريا. ويمكن ده مش بعيد أبدا، أنا في رجل مسؤول عسكري فرنسي كان أكد لي، قال لي إحنا ما بنطلعش غير من قطر، يعني ما فيش أي طلعة جوية لينا فرنسية أمريكية أي حاجة عايزين نضرب فيها أي دولة عربية. هذا هو السبب عدم التحرك الدولي تجاه قطر. لا أنا هقول لحضرتك على حاجة، ما هو أنا الفرنساويين حاطين سلاحهم وحاطين طياراتهم موجودة في قطر، والأمريكان حاطين سلاحهم وحاطين طياراتهم موجودة في قطر. لما الحرس الثوري الإيراني بعد المقاطعة هو اللي كان بيحمي القصر الأميري، لما الاقي ابص الاقي المعادله هنا متشابكه، لما الاقي تركيا حطت قاعده عسكريه او بعتت قوات موجوده ليها، الاتراك والايرانيين والامريكان والفرنساويين وكلهم موجودين في الارض الصغيره دي اللي اسمها الدوحه، يبقى اذن الدوحه قرار النظام القطري ليس في يده ابدا. قرار النظام القطري هو في يد القوى الغربية التي تحرك هذه الأداة. طبعا مش عايز أرجع بالتاريخ كتير جدا، ولكن يجب أن نقرأ التاريخ، لأنه من لم يقرأ تاريخه قبل أن يولد حكم عليه أن يبيت في الظلام مدى حياته. دي حاجة، دي قاعدة معروفة جدا. وبالتالي التحركات الدولية مش هتتحرك لنصرة الدول العربية على حساب قطر، ولن تتحرك لنصرة قطر على حساب الدول العربية. التوازن هنا أو المعادلة هنا هي معادلة الحقيقة مغلوطة. من يراهن على القوى الغربية في حل الأزمة الخليجية أو الأزمة مع مصر، هي على الدوحة تنفيذ المطالب 13، وأبرزها هي وقف دعمها للعمليات الإرهابية. هقول لحضرتك على جزئية ومش هبعد أبدا عن، يعني هنرجع طبعا، يعني هنتكلم في موضوع الإعلام لما حضرتك تطرحيه زي ما تفضلتي، ولكن هنيجي نبص مثلا هنلاقي أنه أول ضربة جوية طلعت على ليبيا كانت من قطر. لما حصل حصار جوي على ليبيا فترة معمر القذافي كانت من قطر، ويقال انه الاربعة فايترز المقاتلين الطيارين اللي كانوا على متن الطائرات الاف 16 اللي طلعت من الدوحة كانت قطرية طبعا، كانوا اسرائيليين. وبالتالي ده يفسر لنا جدا العلاقة اللي هي كانت بيقال عن الاجتماعات السرية التي عقدت في يونيو اغسطس 2018 ما بين ليبرمان أفيجدور ليبرمان وما بين وزير الخارجية القطري في روما.
وده بيفسر طبعا الحملات اللي هي بتقوم بيها بعض الصحف سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الأمريكية أو الإيطالية أو تحديدا الإيطالية بعد دخول المشير خليفة حفتر أو تحرك قواته إلى طرابلس. وبالتالي الدول الغربية ما هي من مصلحتها أن تظل المنطقة منطقة مشتعلة، لأن مصالحها هي سواء في بيع السلاح أو سواء في النفط أو سواء في الغاز. أقول لحضرتك على حاجة، حضرتك تعرفي انه يمكن قطر تالت اغنى دولة في الغاز، قطر لديها 15% من الاحتياطي المؤكد، 15% من الاحتياطي العالمي المؤكد للغاز، حوالي 900 تريليون متر مكعب من الغاز، وبالتالي هم مصلحتهم الاقتصادية مع قطر، مصلحتهم السياسية ربما تكون مع مصر ومع السعودية، ومصلحتهم الاخرى ربما تكون مع ليبيا. اذا المعادلة أن المنطقة العربية هي مفعول به في يد بعض القوى الغربية. طيب خلينا أروح للشق الإعلامي علشان الوقت ما يخلصش قبل ما نتكلم فيه. الشق الإعلامي حضرتك قلت أنه ليك يعني تعقيب مهم جدا على الشق الإعلامي واستخدام المنابر الإعلامية من جانب النظام القطري طبعا في دعم أيضا الجماعات الإرهابية وترويج سياسات معينة في المنطقة. طبعا شوفي أنا مش هتكلم أبدا على قناة الجزيرة لا، هو يعني الجزء السياسي والجزء الأمني له خبراء وله المتخصصين وله المسؤولين من وزراء خارجية الدول العربية. السيد سماح شكري مشكورا أكثر من مرة بيتحدث عن الأزمة القطرية، السادة وزراء خارجية الدول العربية المحترمين بيتحدثوا عن الأزمة الخليجية ولم يصدروها أبدا للخارج، يعني في تصوري الشخصي أنه طالبوا قطر بحلها، وإذا هذا هو الجزء السياسي. لكن الجزء الإعلامي وهو ما يعنينا، الحقيقة قطر بتلعب دور في تحسين طبعا صورتها إزاء العالم الخارجي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. ببساطة شديدة جدا الدولة بتلجأ دائما وأبدا بتلجأ لشركات العلاقات العامة المشهورة في دول العالم، وبتلجأ لبعض المواقع الإخبارية، بتدفع أموال الحقيقة كتيرة جدا، يعني في ظني أنه هي ممكن تكون بتدفع مش أقل من 150 ألف دولار لإحدى الشركات الأمريكية لتحسين صورتها لدى بعض أعضاء من الكونجرس الأمريكي. ببساطة شديدة جدا يا فندم، هي بتدفع الفلوس دي بتشتري بعض الأصوات داخل الكونجرس لتحسين صورتها داخل أروقة الفكر بقى والإعلام والقادة ومن والساسة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني، وفي نفس الوقت برضو بتدفع في إيطاليا. فهي الحقيقة الدوحة من يونيو 2017 أو من 10 رمضان 2017 حتى هذه اللحظة مرة عامان استطاعت أن هي تحسن صورتها في الإعلام، في وسائل الإعلام الأجنبية، خاطبت الشعوب الأوروبية، بالتالي استطاعت، ما أقدرش أقول نجحت ولا ما نجحتش، لكن هي استطاعت أن هي تقنع الرأي العام الغربي بأن المطالب ال 13 المقدمة من الدول الأربعة هي فيها تدخلات في شؤونها الداخلية، وصدرت المشهد للرأي العام الأوروبي على هذا الشكل. مش هقدر أقول أن هي اشترت أصوات، ولكن هي تلاعبت بوسائل الإعلام العالمية بفعل الأموال، يعني هي دفعت لشركات صحيح. الأموال العالمية، ناهيك طبعا عن وسائل التواصل الاجتماعي الذي اجتهدت فيه بشكل كبير جدا المراكز الأبحاث. بس لو حضرتك تتذكر كان في حديث سابق لحضرتك له علاقة بمسألة شراء هذه الوسائل الإعلامية، وأن الوسائل الإعلامية الغربية هناك يعني مجموعة من الكتاب في هذه الوسائل بيتم دفع الأموال لها من النظام القطري حتى تروج لي أو تحسن صورته. وكان كمان حديث آخر له علاقة بأنه على الجانب الآخر كتاب آخرين بينتقدوا النظام القطري حتى يعني يبان الصورة تبان أنها هدي حالات يعني مثل دي حقيقة صح شكرك أنها متوازنة يعني مظبوط. هو مثلا هدي حضرتك والسادة المشاهدين مثلا في اجتماعات في روما عقدت السنة اللي فاتت، لقينا وزير الخارجية محمد عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية القطري اجتمع بمراسل احدى الصحف الامريكية الشهيرة في القاهرة، فده له دلالة كبيرة جدا انت تجتمع باحد المراسلين الاجانب الامريكان اللي هو معتمد لدى القاهرة ليه.
وبالتالي يبقى هنا في حاجة مش مفهومة، هل بيتم دفع أموال بشكل مباشر، هل بيتم بشكل إعلانات للصحف لتحسين الصورة أو تشويه صورة الخصم، وبالتالي الاثنين دول متعادلتين. الشركات العالمية ده برضو عايز أقول لحضرتك، هو في حوالي 7 شركات عالمية، أمريكان واثنين فرنسويين وواحدة صينية، لكن لما نيجي نبص هنلاقي الصحف الفرنسية دلوقتي بدأت تطالب إدارة الرئيس ماكرون بإعادة النظر في وجود الاستثمارات الخليجية، الاستثمارات القطرية في باريس، لأنهم بيشتروا أندية. يعني هي القوة الناعمة من يعني من الآخر كده، هو ده تبسيطها، هي القوة الناعمة لقطر هي الأموال. بتبتدي تشتري أندية، بتبتدي تشتري وسائل إعلام، وإذا لم تستطع شراء وسائل إعلام بتشتري مع الأسف الصحفيين والكتاب البارزين داخل هذه الوسائل لكتابة المقالات، لابتزاز بعض الساسة، للضغط على بعض الحكومات من أجل تمرير رسائلها المشبوهة، بتشتري كتير جدا مراكز أبحاث، بتبتدي تطلع تقارير مغلوطة، أرقام مغلوطة، تبتدي تدعم. يعني أبدا أنا مستبعدش ما حدث مع البي بي سي أن تكون لقطر يد فيها، وبالتالي هي الفكرة دي، الفكرة أن هي بتشتغل بوسائل إعلام، والحقيقة هو مش فكرها. يعني من يقرأ تاريخ قناة الجزيرة جيدا سيجد أن مؤسسها هو إسرائيل، وسيجد أن من قام بإدارتها في فنزويلا أو من قام بإدارتها في أمريكا اللاتينية كان إسرائيلي. اسمح لي الوقت أنه نعرض عرض مهم جدا للمزيد حول جرائم النظام القطري سواء في داخل قطر أو في الخارج من خلال دعمه للجماعات الإرهابية في المنطقة. نتابع مع حضراتكم هذا العرض. اهلا بكم مره اخرى، برحب بحضرتك مره اخرى يا استاذ باسل. بالحقيقه في نقطه مهمه جدا عايزين نتكلم فيها، اتكلمنا عن الاعلام واتكلمنا عن الشق السياسي والامني، محتاجين كمان نتكلم عن الشق القانوني. يمكن احنا اشرنا في المقدمه لمساله القانون الخاص بالعمل يعني القانون الجديد وما يشبه في القانون الجديد او ما يتشابه بينه وبين القانون القديم، وكيف تلعبت قطر بهذه المساله، تعقيب حضرتك ايضا على هذه المساله. هو القانون رقم 21 ل 2015. نعم. طيب برضو في مقدمتك تحدثت حضرتك عن قابلة الغفران، واللي هي بتعاني الحقيقة مشاكل كثيرة جدا. أحب أقول أنه في قانون 2005 الخاص بالجنسية بيقول أنه صراحة أنه المتجنسين من الجنسية القطرية لهم حقوق أقل أمام القانون،
في الوقت اللي كل دول العالم بتمنع فيه الجنسية، بمعنى أن تكون له أو أن يكون لحامل هذه الجنسية كافة الحقوق والواجبات داخل الدولة تحت مظلة القانون، الدولة الوحيدة اللي بتقول إن هو له حقوق أقل من المواطن القطري هو من يتجنس. وبالتالي هي أصلا دولة كانت بتعتمد في البداية على المهاجرين من العمال لإنشاء هذه الدولة، التي لديها الحقيقة فكر بأن بعض الدول العربية قد شيخت وبالتالي يجب أن تكون لها مكانها، وصغت هذه القوانين بشكل يعني فيها تجاوزات كثيرة جدا لحقوق الإنسان. أتصور أن مجلس حقوق الإنسان العالمي سيرد، ولكن هل قراراته ستكون ملزمة للنظام القطري أو دولة أو إمارة اللا قانون كما وصفوها في مجلس حقوق الإنسان العالمي؟ في رأيي الشخصي مش هتكون ملزمة بشكل كبير جدا، يجب أن يكون هناك ضغط من الدول. لن تغير أو لن يغير النظام القطري بعض قوانينه، القوانين الدولية ما تقدرش تفرض على دولة داخلية ان هي تغير في قوانينها، ولكن تقدر تقول لها احترمي حقوق الانسان اكتر. بعض الملفات اللي هي شبه الفساد زي الاختفاء القسري لبعض العمال من شرق اسيا، زي تهجيرهم، زي الضغط عليهم، زي حقوقهم المالية، وبالتالي دي ربما يكون للدول الغربية الضغط عليها، لكن ما نقدرش نفرض على إمارة قطر ان هي تغير من قوانينها اللي هي الحقيقة ضد حقوق الإنسان الذي تنادي به منابرها الإعلامية. يمكن في الجلسة فيما يتعلق بالجلسة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، معانا احنا تقرير مهم طلبت مصر ووفود عدد من الدول المشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف. طلبت وفد قطر بوقف دعمها للوسائل الإعلامية التي تروج للإرهاب والأفكار المتطرفة وضمان حقوق العمال الأجانب وتغيير قانون الجنسية، فضلا عن التوقف عن ممارسة الإتجار بالبشر. نتابع. ضمن آلية المراجعة الدولية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالبت مصر وعدد كبير من الدول وفد قطر باتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية معلنة لقطع كافة أشكال التواصل مع الأفراد والكيانات والتنظيمات الإرهابية أو المتطرفة، وكذلك التوقف عن تقديم الدعم المالي أو التمويلي أو المعنوي لهم، وخاصة لوسائل الإعلام التي تنشر خطاب الكراهية. مصر أوصت كذلك بضرورة اتخاذ قطر تدابير فورية لوقف إجراءات نزع الجنسية التعسفي عن مواطنيها، وانضم للمطالب المصرية وفد السعودية الذي طالب قطر بإعادة الممتلكات المصادرة إلى قبيلة الغفران، ورفع العراقيل التي يضعها نظام تميم لمنع الحجيج القطريين من الوصول إلى المملكة. كذلك عبرت وفود سوريا والعراق ولبنان عن القلق البالغ من استمرار قطر في دعم وتمويل التطرف وتحولها إلى منصة تنطلق منها الهجمات الإرهابية، بما يمثل انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة. كما طالبت هذه الوفود النظام القطري بتكثيف الجهود الرامية لمنع الإتجار بالبشر وكل أشكال السخرة. وخلال الجلسة نفسها طالبت وفود نيجيريا وميانمار وبعض الدول الأوروبية بأن تنضم قطر إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإعادة النظر في قانون الجنسية الذي يرسخ للتمييز العنصري، فضلا عن تعزيز التشريعات الخاصة بالصحة وضمان وصولها للجميع. دعم الإرهاب والتمييز العنصري والإتجار بالبشر والسخرة واستغلال العمال المهاجرين اتهامات موثقة يواجهها النظام القطري كشفت عن وجهه القبيح، حتى بات غير قادر على تبرير ممارساته الإجرامية أمام المجتمع الدولي. إذا نعود مرة أخرى، برجع لحضرتك مرة تانية. يمكن احنا عرضنا في التقرير ده مطالبات مصر ووفود بعض الدول بمسألة مراعاة حقوق الإنسان من جانب قطر، وفي مسألة سواء المتجنسين أو مسألة التعامل مع العمال القطريين أو الشعب القطري. تعقيب حضرتك على مدى استجابة مجلس حقوق الإنسان لهذه المطالبات؟
لا أتصور أنه مجلس حقوق الإنسان، لأنه هذه الوفود ذهبت قطعا ولديها الأدلة ولديها البراهين ولديها الشهادات ولديها الأرقام الحقيقية لعملية الاختفاء القسري، لعملية تهجير العمال، لعملية الإتجار بالعمال أو بحقوقهم أو سحب الجنسيات من المعارضين لنظام الحمدين. ربما يتجاوب مجلس حقوق الإنسان، لكن قراراته ستكون ملزمة للنظام القطري. ظني أنه مش هيكون لسبب واحد، مش هيكون ملزم لسبب واحد، لأنه أذرع النظام القطري الإعلامية ومركز الأبحاث داخل القارة العجوز، القارة الأوروبية، وداخل مركز صناعة القرار العالمي في واشنطن وهو الوايت هاوس كثيرة جدا، وبتتخش بسرعات كبيرة جدا، والأموال بتدفع بسخاء كبير جدا. يعني لا أنا ما لحقتش طبعا أقول لحضرتك، لكن هي الشركات العلاقات العامة بيتم دفع يمكن ملايين الملايين من الدولارات من جانب النظام القطري لتحسين الصورة وتشويه صورة الخصم، وبيلعبوا على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا. حينما تتوقف الجزيرة عن ممارساتها الإعلامية الرديئة، نتحدث بعد ذلك عن تغير في فكر وفي نهج النظام القطري، لكن مع الأسف الشديد من يدير الجزيرة هو من يدير النظام القطري، وهو ليس بقطريين. وبالتالي أنا أتحدث على إسرائيليين، أتحدث على دول غربية، أتحدث على فكر آخر. وبالتالي صناعة القرار داخل قطر ليس في يد الأمير تميم، هو في يد القوى الغربية، لأنه أداة بشكل كبير جدا. فالمخطط لتقسيم المنطقة مستمر، تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، وبالتالي يجب أن نعي أن المنطقة تمر في أحلك ظروفها، ومنطقة خطر جدا ووقت خطر جدا. يجب على قطر أن تتوقف على دعم الجماعات الإرهابية، وأن تعود للحضن العربي مرة أخرى، حتى ما يتم حل المشاكل العربية عربية. لكن سريع أستاذ بس، لأن الوقت انتهى، تتوقع استجابة قطر للمطالب الـ13؟ لا طبعا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ بس اليسري، أشكرك شكرا جزيلا خبير استراتيجي في جريدة الأهرام. وأيضا مشاهدينا الكرام، أشكر حضراتكم على متابعة هذه الفقرة من الآن، ونذهب لعرض أهم ما جاء في الصحافة العربية والدولية عن الملفات والقضايا المختلفة، ثم نعود من جديد. We'll be right back.